السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي درتو مع الصحه؟ كل شيء مزيان؟ كي درتو مع سيدنا رمضان؟ هو مشى، هو ما بقى فيه والو ان شاء الله. كي ديما تعمر قالت لي 27 ان شاء الله، ما عرفناش هاد اليومين ان شاء الله ليله 27 نديرو للسعديه حنينه، وماما خالته كل شيء ان شاء الله حنينه. انا اختي انا ما تصمتوش، انتي تبابي ما صمتيش، راكي مرا كبيره وما قاداش. عرف شو الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم البنات؟ هو ديال داك خينا اللي هو هشام المداح. هذاك السيد اش غنقول لكم؟ راه لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف ما كتعرفوا حنا كنطلعوا لايفات في التيك توك، يعني الناس المتابعين ديالنا كيبغيونا، كنبغيوهم، كنضحكوا. كيطلع لايف مطرطق ما شاء الله بالضحك، نضحكوا يعني بخير وعلى خير. واحد المره السيمانه اللي فاتت، دابا جوج سيمانات، طلع معنا هشام مداح، صيفط لينا قال لك بغى يطلع معنا. قلنا واخا ما كاين باس طلع معنا. بدا كيبكي، انا ما عندي زار وانا ضالميني وانا هادي، انا اختي ساره ما باغي لا فلوس، ما باغي لا يوتيوب، ما باغي والو. انا خديت داك قريه يمكن تاع المسمن وخديت هادي وبغيت نفتح محل تاع المسمن، وحتى واحد ما بغى يتقدم لعندي، وحتى واحد ما بغى يدير لي. وكيبكي كيبكي كيبكي، هو يبكي وانا نبكي، هو يبكي وامي السعديه تبكي. قال لي و قال لي والو بغيت نجي عندك ونجي عند امي السعديه انا ومراتي. قلت لي واخا مرحبا بك، قلت لي مرحبا بك ماشي مشكل، ما فيها باس. لا جا عندي وجاب مراتو وجا دخل وشي عشيه هكاك وفطر معانا وداك الشيء. حتى شي ناس والصديقه ديالي لطيفه اللي معايا قالت لي ساره وياك وياك راه فين مشاكل، ردي بالك راه غيدير لك، راه غيفعل لك، راه غيترك لك، راه هادي راه هادي. واخا لحد هنا كلشي مزيان. قال الله يديك شحال من زباله رجعت جامعه اختي، صافي خليه مسكين اللي فيه يكفيه. واخا نسيت الموضوع، ياك نسيت الموضوع. دازت واحد 8 ايام عاود طلع معايا في اللايف، صيفط لي عاود طلع معايا، بدينا كنهضروا كنضحكوا. قال لك شوفي والو، دوز لي مراته والو، انا بغيت النمره ديالك. عرفتي اش ديري اختي؟ راه بغيتك ضروري ارجون، هاك الرقم ديالي، عطاني الرقم ديالو وسط اللايف، وهم السعديه شاهده. ملي عطاني الرقم ديالو ما قيداتو صاحبتي نيت ما عيطناش لي، قالت لي ويك ساره تعيطي لي، راه هذا راه عينو في شي مشكل، راه مخنزها مع كلشي. راه خنزها مع كلشي، راه قالت لي راه ريضه دار معاه غير الخير ولد شي نويه، وراه شنو دار لي وشنو دار لي وشنو دار لي، ضرب ليه الطر اللي من بعدو طر، راه بقيتي ليه هانتي، راه كيخطط شي حاجه باغي يقضيها عندك. قلت لها الله يهديك لطيفه، اش غادي تقولي امي السعديه تا هي؟ قلت لها الله يهديك امي السعديه. قالت لي بدات امي السعديه حسات بيه، بدات تقول شي حوايج، انا والله ما قلت لها شي حاجه. هو كان يعيب ليا، شوفوا هو بدا كيطلع مع امي السعديه، بدا يقلل عليها الحيه. ملي قلل عليها الحيه السعديه، شوفي فيا امي هنايا، قلل عليها الحيه السعديه عيرات بداك الشيء اللي فيه. قالت لي انا شكيت فيك ماشي انت راجل. قلت لها علاش الشيطان امي السعديه؟ قلت لها ما تقوليش لي. قالت لي كون كان راجل قالت لي ما ديرش هادي ما ديرش. قلت لها امي السعديه علاش الشيطان؟ امي السعديه ما قصراتش من حقها من جهته. ما بغيتي المراه دايره غندرك بها، ها فهمت؟ ولي بوي سعدين على الشيطان سكتي، هذا كنقولها ولا ما تخسريش الهضره امي. حتى لا شوفي هادشي نحطوه في القناه، ما تخسريش الهضره. ايه نحطوه في القناه ديالنا في اللايز ديالنا. واخا شوفوا لي كي مربعه الوليدات، شوفوا لي كي مأدبه، شوفوا كي جالسه مأدبه، شوفوا كتوزي واش عندك صح. هبلتيك ما بغيناك، ما تجيش عندنا، العيالات وانت راجل ما تجيش عندنا. هو راجل؟ ماشي راجل، مرا بغيت دير لي بادا ولا يمتق. كيفاش يمسق؟ غير يمتق محالو، اش كاينو؟
تكناك موزي يعني. واش 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 هاتيني بغيتو. المهم البنات جا عندنا عيط. المهم فحال هكاك انا جالسه. المهم هضر مع امي السعديه هكا. امي السعديه حطات لي. المهم بقى يضحك قال لي انا ما نديش على السعديه مره كبيره وهادي وهادي وهادي. انا خليت لك ساره الرقم تليفون ديالي عيطي لي. دازت سيمانه ونص ما عيطتش لي. ما عنديناش نعيط لك. المهم عرفت فيه المشاكل وداكشي قلت ما عندي ما ندير به. ناض اشنو دار؟ طلع البارح باللايف نهار كامل هو داير عليا اللايفات وكيعاير فيا كيقول ليهم حيت هو اللايف اللي بينو بين امي السعديه تريكوردا و تبارطاجا بزاف في اليوتيوب في التيك توك راها كتعرق ليه. هي هذيك ناض بدا كيعاير فيا شبع فيا معيور شي حوايج قالهم فيا لا اله الا محمد رسول الله ما فياش ويقول لهم صافي الناس مع حلينا اللايف ديالنا الباج ديالي انا ضربات ليا حليت باج اخرى يعني علين ما عطوني اسبوع ان شاء الله ويعاودوا يرجعوها لي يفتحوا لي لي لايف فيها اللايف فيها حتى الناس كيطلعوا عندي تقول لي ساره واش عرفتي هذاك خينا اللي قلنا لك بعدي منه شنو دار. قلت لهم شنو دار؟ قالوا لي يا راه قال لك دايره وانتي والتوم والسعديه ما خلى فيكم غير اللي ينسى. انا ديك الساعه قلت لصديقتي واش باقي عندك لطيفه النمره ديالو؟ قلت لي مازال عندي. فاتح اللايف عيطت ليه قلت له جا خويا شبيني معاك كتعرفني ولد خويا خليت السعديه ولد عمي وايلا هي هاديك اش دار؟ واخا سكت 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 واحد شويه يبدا يتفقع علينا في الاخر وانا نقطع عليه. قطعت عليه مشى حل اللايف عاود ما خلى فينا غير اللي نسى وقال شنو ما شنو باغي يرفع علينا دعوه قضائيه. هذه تصور الاخرى واش نقول لك انت رفعتي دعوه قضائيه باش ترفعها بام السعديه مرا كبيره انت اللي جبتيها واش ترفع دعوه قضائيه باغي تدخل لداري؟ ما ندخلكش لداري ما يمكنش ندخل واحد بحالك لداري. انت اصلا تخاصمتي مع العالم كامل بقيت لك انا ايه وما خليتيش بلاصتك اخويا زينه ولا نقيه بقيت لك غير انا. انا كيتوال كل شيء كيكون خايب خايب. لا قال لي ماما ديك الشارفه تتموت في عكاشه اي ما دخلوا انت الصحاح قلب حطيب الخان المريه اللي كيخبروك بيعتك الدم فين كي جيتي وادي يزيدك ما ينعلبوك غتطور الخرا الخرا غتطور من هذا غتطور البحر هيا غتقابل ما لا يمك حتى نوريك تعدي واش كتسوى. قال لمراتو خديجة شهدي ليا ايه مراتو مراتو بفم وكيقرب لها ما والو مراتو بفم هاكا حتى راه باش ما يقولو لي الناس راك زامل صافي زالات كيحس راه كيعجب لي زاد كيقول لها ما يبقاش يقول ليا مو السعدية الصحة قالك باغي يجي عندنا للدار. لا ما يجيش عندنا تمام ما كانت خلص لا ما كانش عندنا رجالة لا هو راجل حنا عندنا راجل. انا نقول لك واحد الحاجة على هو تيكون بعدا راجل كو كان راجل ما غيديرش لينا هاد الحالة والله إلا وماشي راجل هذاك ربيتنا مريا والله يستر والله يستر وسير ولد القهاوي يقبلوا عليك ما خليتي في صوفيا طالوني اللي وكلاتك وشرباتك وكنتي قرع ونودات لك الشعر وكان نيفك كبير لله في خلقه شؤون وغيرتي صورة الله ومع ذلك بقى وجهك بحال القرد. يا ربي تسمح ليا سنانك وحيدتهم لك وركبات لك سنان اخرين وقلتي ليها فمي باقي خانز علاش كدير لها التشهير حشومه عليك حشومه بعدا تشارب واحد الانسان اللي ردك بنادم يعني حيدات لك داك الفم ديالك اللي كان لا علاقه وصوبات لك مسكينه فم وواتك
وكلاتك، شرباتك، دخلاتك، نودات لك الشعر، نودات لك نيف، قداته لك، قدات لك حالتك، وفي الاخر دهزيتيها وضربتي بها الارض. صوفيا مو يسرى مود، وكلاتك، شرباتك، عرسات معاك، في الاخر هزيتيها تسمو ضربتي بها الارض. رضا ولد الشينويه ولا علاك ترضى، كلشي شناه بعينينا. دريب اش منك يا حوايج، اش منك يا عطور، اش منك يا فلوس، اش منك يا مبياتة، اش منك يا ماكلة، اش منك يا عرادة، اش منك منك منك، وحطيتي لي مقاد مصاوب وزيد وزيد الى اخره. قالت لك سارة امي السعدية هي الاخرى. يا ولدي جبت العب يا ذاك ولدي جبت العب. حشومة عليك اخويا، حشومة. بقات لك امي السعدية، بقيت لك غير انا. ما عندك ما عند النف ما يدي من، ما نعرفش كتولى السعديه. والله ما عزب ما يدي من، والله ما تطور الاخرى. نجيب لك انا الرجاله اللي كيعرفوا الناس كنزوا، غادي نوريوك الحوتين اللي يبول بين عنبوك. هذيك سالت عليا ما درتها، والله يا امك تحدقوك. عاوني منك، عاوني منك، قال ليك انا اللي تحكري هو اللي غيميك، هو اللي غيميك. ويلي ويلي ابا ما شتي والو، ياك ما تسالني مقطوعه، ياك ما تسالني مقله. واو واو راجوك ياكل ياكل من عينيك من راسك. الله يصوب امي السعديه. هذا ما كان بين الوالدي، بين الوالدي ترى ما تم تصور والو. انا وعدتيني في رجلي، انا تحبي ما حتى في رجلي البنات. كانت السيده اليوم كنت غاده وجاي كنت غاده مرفوع ليا، مرفوع ليا ما غاده مرفوعه عقلي مرفوع، غاده قاطعه الشانطي نتسخر من ما عرفتش شنو وقع لي. ما خرجتش الطوموبيل، قلت نتمشى شويه يعني في الحركه بركه، نتمشى شويه. واحد ريبورتور جاي ويدخل فيا الزدف، نشرني في الشانطي. يا مهدي نشرني نشره خايبه في الشانطي، حفظني الله. الحمد لله ما وقع لي والو، ضربت في رجلتي تقصحت فيها. هادشي اللي هادشي اللي كاين، الله يصوب والله يديم اخلاق. عواشركم مباركه، دخل عليكم الصحه والسلامه. شنو ما تقطع هذا؟ لا عطاني 20000 ريال علبو. شوفي نشرت لي نشره وحده، نشرت العدو. شوفي واخا انا ما عتاش قاليش كي درت لك، قلت لي اي هنا، قاليش كي درت، قلت لي اي هنا، قاليش كي درت، قلت لي اي عيني. شوفي امي قالي واش نقول، قلت لي ودني بابل. قال لي واش نخر، قلت لي نيفي بابل. قال لي واش نخر، قلت لي احصبعي معلوم. ويقول لي عرفتي شنو كاد 10000 ريال، قلت لي لا. قال لي شنو، قلت لي كنحس بالمعده. ويقول لي اش جاب المعده، قلت لي طحت على كرشي بابل. قلت لي عيط البوليس، قلت لي نعيط البوليس. ويقول لي عرفتي شنو، عطيك 12000 ريال، قلت لي وتقول. قال لي شنو، قلت لي كي دارني مسران كيقرقر ليا بابل. ويقول لي عرفتي اش دير، نعطيك 16. قلت لي ما كنبيعش في الزريعه، قلت لي ودني كتصفر. سمعي قلت لي ودني كتعيط على الموت. اش قال لي امي، قال لي صافي نخليوها 17. قلت لي يمكن بيع الزريعه، عيط لي البوليس. انا كانت عندي سنانه ما لقيتهاش تامي، وعطاني 20. قلت لي بارك خير من وجهك، خير من وجهي تامي. فرطي صافي نطش حالي، جمعت النوطه تامي. انا بنت من؟ فهمتي بنت سعدية. شكون علمني؟ أنا كنقول قديمة، كوني محربة. أنا محربة مدورة مع المروك، مع مرك التغيبي. يلا البنات بسلام عليكم، تبارك الله عليكم، ما سخيناش بكم. إن شاء الله إن شاء الله ليلة 27 غنحطو فيديو غزال نطرطق، غنحطو يمكن قبل ليلة 27 نصورو، حيت ليلة 27 غنمشيو أنا وأمي السعدية للجامع نبات ونصليو حتى للصباح. إن شاء الله يغفر لينا الله سبحانه وتعالى. Yeah.
غنجيبو الباكيه حطوا الحلوه واتاي وزدو كل شيء، بس غنجي تخبني من الجامع ناكل نعتقرو ومحدين تكاو.